فضيلة الشيخ جزاك الله خير، فيها حديث مر علي في الطبراني عند الحاكم ذكر السفاري وشيخ مسند أحمد ولم يعلق عليه، وقضية أن الرجل جاء إلى ابن عباس وهو الاعتكاف. إيش؟ رجل أن رجل جاء إلى ابن عباس وهو معتكف فقال ما لي أراك كئيبا، قال يعني عندي هم أو دين أو كذا، لا وحرمة هذا القبر ما أستطيعها أو كذا، ثم خرج مع ابن عباس وقضى حاجته. وهذا كذلك مر عليه حديث أن العباس لما دعا واستسقى فسقوا فأخذ الناس يتمسحون به. ما أدري شو توجيهكم شيخ؟ كلا الحديثين لا أعرف عن صحتهما وسندهما، لكن وجه الأول حرمة هذا القبر أن القبر بيت مسلم، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يدفن ميت على ميت، يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميت آخر فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني التمسح فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه، لا عمل عليه، لأنه لا يتبرك بأحد إلا بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للقبر يا شيخ الميت الأول عظام صار ما يجوز نحطه على ميت؟ العلماء يقول لا يجوز حتى يكون رميما، حتى يكون رميما، لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقة كما قلت يفعلون.